نضيف رح نضيف امر جديد معنا بالنسبه لحالات الرفع. شفنا اكسترود وبيفل، في عنا امر كتير حلو اسمه بيفل بروفايل. هلا البيفل كان عم يعطينا امكانيات اني اطلع برا الخط المستقيم لخط منحنى مثلا، او اعمل مثل ما شفنا سموث بين المستويات. امر البيفل بروفايل معقد اكثر من هيك. امر البيفل بروفايل ممكن انا اعمل الرفع كله مبني على خط، فارسم له انا المقطع كله. يعني خلينا نتخيل مثلا عندنا كورنيش الطاوله مثلا، او تفصيل الجبصين او شيء، فانا بكفي بس شو اعمله ارسم له المقطع واعمله بيفل بروفايل لريكتانجل، رح تطلع عندي كل تفاصيله. هاي حالي منها اذا كان المقطع عندي مفتوح، واذا كان المقطع مغلق رح تمرر لي اياها مثل امر السويب. بس طبعا السويب بيعطينا امكانيات ثانيه مثل ما رح نشوف هلا بموضوع كيف مرره ومن وين مرره وهالتفاصيل هاي. فهذا هو امر البيفل بروفايل. خلونا نشوفه. رح اعمل هون ريكتانجل، معناتها هو بده خلونا نقول مقطع اول شيء او السطح، وبعدين رح نرسم له معه المقطع. اخذنا هي الريكتانجل ورح اعمل له هون كورنيشي. هي كورنيشي ما رسم معينة، طبعا رح انتقل هون على الواحد، نقلت على الفيرتكس، نختار الفيرتكس رح نعطيه سموث مثلا، فصار عندي هون كورنيشي. تمام. هلا هاي مجرد ما انا اخذه من هون واعطيه امر بيفل بروفايل عم يعطينا خيار. شو هون شايفين خصائص كتير بسيطة، بيك بروفايل ونقط هون. شو صار عندي؟ شايفين نتيجة احلاها؟ هي عبارة عن يعني كبسي وحدة وصلني لهالنتيجة هاي. طبعا المقطع لساته فعال معي، انا اذا ما عجبني هلا ممكن ادخل هون مطه مثلا، زيده قصره، ممكن اعمل له سكيل. فموضوع كتير واسع وضخم موضوع البيفل بروفايل، كتير على فكرة فيه تفاصيل حلوة رح نشوفها هلا بعد شوي، مع انه هو كتطبيق كتير بسيط. طب هيك الشكل معي مغلق، تعال نجرب شكل معي مفتوح، تعال نجرب نسكره. كبس رح اعمل كونكت كبس مع سحب، صار اعطاني هون مقطع مفتوح مفرغ. تمام. هلا هي حالي. طب تخيلوا مثلا انا عندي باب معقد مثلا فيه تفاصيل كتيرة، ممكن ارسم هون على الفرونت كل تفاصيله. هي هون عملنا مثلا فرزة معينة جوا، نفرة بالخشب، رجعنا مثلا كررناها بعدين اخذت هالشكل هذا. ماشي، بريكم هاي اذا طبقت له بيفل بروفايل شو رح يطلع معنا. تمام، شفت النتيجة ما احلاها. فهي بكبسة وحدة وصل لهيك نتيجة. امر البيفل بروفايل كتير حلو، ممكن نطور الموضوع اكتر اذا بدنا نركب كذا امر. انا عم يعني حابب اطبق قدامكم كمان مشان تشوفوا الرسم شلون عم يصير. هلا بدنا نسكره. بدنا نسكر المقطع هذا، رح اخذ هون كرييت لاين شيفت مع سحب، رسمت هون خط مستقيم. شفتوا اخذتها من قلب كرييت لاين مشان اوفر عليه شو؟ التاتش. ماشي، فكرييت لاين رح يعمل لي اياها من قلبها، بس هون اجباري بدي ارجع شو اعمل؟ الويلد. ماشي، فرح اخذ هون رقم واحد، نرجع نطبق النقاط على بعضها يا اما بسبيس يا اما يا اما بالموف يعني يا اما بالفيوز. اخذنا هدول النقطتين فيوز وولد، هون فيوز وولد. في عنا مشكلة هون بنعدي لها، ما عنا مشكلة. فعل سناب اكس واي وعلى الاكس صار معي خط مستقيم. طيب الخط الثاني اللي هون بس رح اعطيه كورنر كبس مع سحب، هي طبقناها. برايكم المقطع هون شو رح يصير فيه؟ تمام. فمثلا انا هون اذا كانت عندي خلينا نقول باب مطبخ او باب حتى بدنا طبعا شوفوا مثل ما قلنا المقطع لسه فعال في شو ما عدلت هون يعني رح يتعدل عليه هون. انا بدي اكبر
القسم الداخلي شوي، وممكن هون نعمل لاين هالأفكار كتير حلو التركيب فيها مع بعضها بالماكس. هاي ضفت أنا هون لاين، مجرد لاين رح أعمل له إنستانس مثلا شي 30 نسخة. وشو ممكن نعطيه بعدها؟ ريندرينج إنابل إنابل، نعطيه ريكتانجولر. في أنواع شبابيك هيك، في أنواع بابات مطوخ هيك. وممكن بعدها نعطيه هون انجل، وصار معي شفرات. تمام، فكتير الموضوع واسع يعني فوق ما تتصوروا. انا بحب اعطي هاي الافكار لانه كتير ممكن يتخيل الواحد انه الامر محدود بهيك امر، انه بس عبارة عن بيفل بروفايل، عبارة بس عن رفع حالي، رفع خط او شيء يعني. بس مثل لكم موضوع التركيب فيه كتير صار موضوع واسع. هلأ نحن أخذنا هيك حالي. طيب يعني أنا مشان لسه وسألكم تفكير أكتر، هاي ممكن تكون واجهة كاملة بمبنى، يعني أنا أفصلها، أعطي تفصيلها، كورنيشي فوق، بعدين شباك جوا، كورنيشي تحت، بعد نعدل عليها بأمور معينة نوصل لها. هذا في أحد مشاريع اشتغلتهم كان مبني على هاي الصورة. فتخيلوا هاي كلها رسمة مسقط، كان شكل كان شكل لا على التعيين مثل حبة الفول، والواجهة بس تنرسم معنا مقطع قوس وقوس كورنيشي قوس كورنيشي. كبسة واحدة شو طلع معنا؟ طلع تقريبا مشروع جاهز. تخيلوا بعدين بالـ FFD بوكس بقدر ياخذ هالشغل هذا. ماشي، فعملكم موضوع كتير واسع امر البيفل بروفايل. هان نطبع على تفاصيل صغيرة، هلا نشوف خلال التطبيق كمان ممكن نوسع الموضوع اكتر. شو فيه خصائص البيفل بروفايل؟ بالواقع ما في عنا شيء مهم، بس هلا مثلا فرقه عن السويب انه اعتماد التعديل عليه كله على المقطع. يعني مثلا اذا اخذت انا سيركل واخذت هون امر السويب، فبلاحظ السويب شايفين شو عم يعطيني بارامترات للبارامترز. ممكن هون اعطيه ميرور على الاكس والواي، ممكن اعطيه ميرور على الاكس والزد والاكس والواي، ممكن بعد المقطع ارفعه وميله. بينما البيفل بروفايل ما فيه هيك شيء، فاعتماده الاساسي كله على شو؟ المقطع مثل ما حكينا. هاي شغله خلوها ببالكم كمان بالشغل بالبيفل بروفايل. نعقد الموضوع اكثر من هيك، شو رايكم؟ رح ناخذ نحن نتخيل عنا سطح ارميد، رح اعمل ريكتانجل. خلينا نتخيل سطح فيلا ارميد، هي كونفرت تو اديتابل سبلاين واتاتش. رح اعمل هون تريم، هي نقلت على الرقم 3. ناخذ واحد ويلد. تمام، فهذا مسقط معين، مسقط لسقف فيلا خلونا نقول. رح ارسم تفصيلته. ناخذ اول شيء كورنيشي، هلا هاي رح اعدل عليها شوي بعد ما نخلص شغل. بس الارميدات رح اخذهم، رح ارسم مقطع الارميد. معلش بس ضبط الزاوية شوي. هلا رح اخذ هدول مشان كرر النسخ تبعهم. رح اخذ هاي هون، اذا بدي اعمل شيفت ما رح يعطيني خيار الكوبي، فرح اعمل له ديتاتش افصلهم. وخيار ديتاتش اخذنا شيء عكس الاتاتش، ديتاتش فصل، اتاتش وصل، ديتاتش فصل لي اياهم. اوكي صارت هاي جسم لحالها، وانا بالاصل كنت لازم ارسمها من الاول لحالها اسهل. قفلت التحديد، رح كرر هون مثلا بدي اقول له بدي 5 طبقات او 6 طبقات كتيرون شوي. ماشي، فرح اخذهم هلا ندمجهم كلهم. بس رح اعمل هون التاتش ندمجهم كلهم سوا. بعد ما ندمج شو لازم نعمل للنقاط؟ نعمل لهم كلهم ويلد. ممكن نعملها فيرتكس، اعطيه كنترول اي حدد لك كل النقاط. وشو ممكن اعطيه بعدها؟
ولد هو لحاله بيلحم القريب من بعضه، بس انا كيف بدي اعرف انه لحم ولا لا؟ بالضبط. هون اعطيني 62، بعد شو بنعطيه؟ ولد اعطاني 51. خلونا نسكر السقف من فوق. تاتش طبي انسر. وهي ولد هلا هيك مقاطع، اذا كنت تعملوا هيك شيء انتو بظن بالاوتوكاد اسهلكم، بس انا اخذ ايدي على الرسم. رح نعمل ويمكن كترتهم شوي، خلونا نجرب. رح اخذ هذا السقف نعطيه بيفل بروفايل ونكبس كبسي هون، شوف النتيجة اللي صارت معنا. انا لاني كترتهم كتير خلونا نعدل عليه، معلش احذف فاشوف النتيجة محلاها. تخيل هي مع كامل التفاصيل اللي صارت معنا، فأنا ممكن يكون عندي سقف أرميد، ممكن يكون عندي تفاصيل معينة، هي عن طريق أمر البيفل بروفايل وصل لهيك نتيجة. تمام. مثل ما حكينا المقطع هذا لساعته فعال عندي، ممكن نضيف هون دونات، عمل شو اسمه مصرف مي. هاي شفتوا سحب تاتش تاتش، وبعدها رح ادخل على ثلاثي اعطيه تريم. معلش هاي تريم، او رح اصلا اصعد هولي هون ديليت. هدول ممكن، بس اخذ سيجمنت حددته وحذفناها. ونرجع على التريم. زوائد ديليت ديليت، رح ناخذ الفيرتكس طبعا. هي رح اعطيه كنترول اي فرد مره ويلد. انا ما قلت لكم شغلي على يمين الويلد عندنا قيمه هاي بنسميها ويلد ثريشهولد او هيك شيء. طبعا القيمه هاي انه يا ترى نقطتين شو قد البعد بيناتهم لحتى يلحمون. فهي اذا كانت القيمه كثير كبيره شو بصير؟ قد ما كانوا بعاد بيلحمون. هلا شيء يعني بجوز تلاقوا اجابه بس سلبه بنفس الوقت، انا احيانا كثير عندي نقاط قريبه تخرب لي، خصوصا اذا عندي مسقط اوتوكاد او تفصيلة معينة بالرسم، فما بفضل انا اتعدله عليها. بس نحن لو طبقناها هون ممكن نرجع على المجسم نعطيه بيك بروفايل، فشوفوا حتى التفاصيل هاي الصغيرة رح تطلع معي. وبتلاحظ انه يعني صار انه امر خفيف على الماكس، ما عم يعذبنا كتير مثلا بالرسم. شايفين النتيجة محلاها؟ هذا هو امر البيفل بروفايل. ما بعرف شو لسه ممكن تعملوا امكانات فيه، بس هي ممكن تركبوا اوامر تعديل بعده على الجسم، نعقد الموضوع لسه اكثر من هيك. هي مقدمة عنه. في اي سؤال عليه؟